كل واحد فينا تعب عشان يبقى ليه اسم وله كيان وله تواجد. فبالتالي النهارده انت عشان توصل لحاجه انت بتحبها لازم يبقى في تضحيه. تضحيه ايه؟ اللي هي ما فيش خروج كتير، ما فيش سهر كتير، يعني مفيش حياتك كلها. نزواتك الشخصيه انت بتتخلى عنها، الحاجات اللي هي ممكن تبعدك عن حلمك او فكرك او الوصول اللي انت عاوزه، يعني بيبقى محتاج تضحيه. واعتقد ان احنا كلنا يعني في نماذج كتير قوي لو عديتها، طبعا هقول اسماء كتير قوي ضحت عشان تبقى موجوده في الحلم اللي هي كانت بتتمناه. فانا مشواري، يعني انا مشواري عايز اعرف ممكن ده درجة يتلخص، البداية كابتن ممكن محمد، البداية بتاعتك في قريتك في مدينتك، ده مهم جدا الناس تعرف. شوف انا يعني اتولدت في قرية صغيرة بالنسبة اسمها للقرى، مش يعني تعتبر كبيرة يعني، وبلد معروفة يعني، ده اسمها ميت دمسيس، دي تبع مركز أجدة أهلية، ومارست الكورة زي أي واحد بيحب الكورة، وكنت بروح ورا اللعيبة بتوع مركز الشباب اللي هم بتوع البلد معاهم في الدورات، يعني دي كواليس الناس بتحب تسمعها فعلا. كان زمان ما فيش شنط بقى عشان تاخد فيها لبس الكورة، ايوه تاخد الكيس بالظبط، فيه الجزمة اللي هي الباتة اللي هم كانت ب3 جنيه ساعتها، الشهيرة البيضة دي. والبيضة دي برافو عليك، البيضة اللي هي الفلات انت فاهم، ايوه وكان فيها بسبوس كده في الشتاء، يعني كنا نشتري 2، واحدة في الشتاء واحدة في الصيف. كنت بروح مع اللعيبة الكبار بتوع البلد، كان عندنا لعيبة يعني كنت يعني لو شفتهم بيلعبوا في أندية دلوقتي اللي موجودة حاليا كانوا هيبقوا نجوم كبار جدا جدا، كانوا موهوبين يعني. كنت أروح أشيل الكيس عشان أروح أتفرج على اللعيبة وأشارك معاهم وأركب العربية معاهم ويسافروا البلاد اللي هي جنبينا عشان يلعبوا الدورات انت اقرب حاجة ليك المحلة المحلة والمنصورة والمنصورة وميت غمر. جنبك كله. طبعا. اشتغلت حاجة ف في ف مشوارك في الكورة قبل الكورة وانت بتحب الكورة؟ كنت اشتغلت؟ شغال مع والدي. الله يرحمه، الله يرحمه. والدي كان عنده مصانع طوب، هو وجدي رحمة الله عليه والد مامتي، كان هما يعني مسيطرين على المنطقة في القصة بتاعت المصانع دي. كنت بروح يعني اشتغل بقى ده وباخد فيها من وانت صغير يعني. لا انا ابن ناس متقلقش. ماشي. فكنت راح اشتغل مع والدي عشان اي اوفر فلوس عشان دخلت المدارس، اروح بورسعيد اجيب اللبس. يعني انا من صغري انا عندي شخصية يعني. قناعة ان انا لازم اعتمد على نفسي وان انا ابني نفسي بنفسي، ووالدي ده كان يبقى على جنب لما احتاج حاجة الاقيه. ضربة البداية البلدية صح؟ لعبت في البلدية الاول، بس رحت اختبارات الناشئين في المنصورة الاول، وبعد كده اترفضت يعني ما قبلتش. في المنصورة. المدرب ساعتها قال لك ان جسمك صغير وكده ومش هنقدر يعني تبقى عملت موجود ايه معانا. بقى؟ والله اصل هو مشوار يعني، انا عشان اروح بلدية المحلة ده كان يعني ليه قصة يعني، عايزين نعرف والسبب فيها ياسر رضوان. بجد والله. طبعا ياسر كان معايا في المدرسة الثانوية، كنا في منتخب المدرسة سوا، كان هو في ثالثة ثانوي وانا في اولى ثانوي، وياسر اكبر مني بسنتين، هو وكان كان بيلعب بيلعب. كان بيلعب في نادي البلدية اوكي. ساعتها، وانا كنت بقى طالب في المدرسة في الثانوي وبلعب في منتخب المدرسة معاه. انت عارف انت منتخب المدارس ايوه لما بيعمل منتخب مدارس بتروح تلعب المدارس الثانوية اللي هي بالظبط. جنبك وفي المنطقة وبتاخد البطولة، فانا كنت لعيب من صغري يعني مميز، وكان بيمرني ساعتها مدرب اسمه جمال الشرقاوي، ده كان استاذ في المدرسة تربية رياضية، وحاليا هو يعني تقريبا ماسك سمنود او مينية سمنود حاجة زي كده، وده من الناس اللي انا يعني بعتز بيهم جدا، كابتن جمال الشرقاوي. ياسر كلم الناس بتوع البلدية ورحت معاه ياسر هو البلدية قال لي قال تعالى، لك ايه؟ قال لي تعالى انا بلعب في نادي اسمه بلدية المحلة. ايه وبعدين؟ بلدية المحلة؟ ايه من انا اعرف غزل المحلة المنصورة؟ بلدية المحلة اي ما كانش لسه على الساحة، كان درجة تانية. قلت له ماشي يا ياسر، خدني معاه ورحنا النادي، قال لي تعالى شوف مش هتخسر حاجة، ده الدنيا كويسة والنادي ده فيه لبس وكور طب نفسي اسالك سؤال، وحاجات هقف عند هنا. كنت مخطط بامانه، ولا حاجة. مخطط لمنتخب، لا لا مخطط لا 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 لاهلي، لا لا مخطط ده المنتخب تحترف؟ ده انا اقول لك جه ازاي يعني، المنتخب اللي الناشئين جه ازاي. رحت مع ياسر رضوان النادي اتفرج، هو عنده تمرين وانا رايح معاه اتفرج،
الفرقه اللي هي بتاعتي انا كانت ساعتها كانوا بيتمرنوا قبل فرقه ياسر. فياسر قال للمدرب، كان الله يرحمه كابتن محمد سيف وكابتن محمد ربنا يديله الصحه عايش يعني، الاثنين دول انا بعتز بيهم جدا برضو لان هم ساعدوني في بداياتي. جميل اللي انت ما بتنساش طبعا حد يعني. كابتن محمد سيف ده رحمه الله عليه يعني، ياسر جابه قال له محمد لعيب كويس قاعد معايا بره وبتاع. جابوا لك لبس؟ قال لي لا، قال لي انت بتلعب كوره؟ لا قلت له اه بلعب كوره. اه والله يا شادي. ايوه. قال لي امال فين لبسك؟ قلت له مش معايا لبس، انا جاي مع ياسر كده. قال لي احنا بكره هنصلي صلاه الجمعه، كان يوم جمعه، هنصلي في المسجد، وراني المسجد في ظهر النادي على طول يعني، المدنه بتاع المسجد بتبقى باينه وانت بتتمرن يعني. قلت له خلاص ما فيش مشكله ماشي. رحت خدت لبسي وبتاعه شادي، واستنيت صليت الجمعه معاهم، كانوا هم قاعدين برضو بيصلوا، شفته وشفت اللعيبه، صلى الجمعه ونزل الملعب. مفيش، ما لمستش الكوره مرتين. وكان الكابتن محمدي ده ربنا يديله الصحه، ربنا يديله الصحه، قال له يا كابتن سيف اقف يا كابتن سيف. اه والله. قال له ايه يا محمد؟ قال له الواد ده منين؟ انتوا جايبينه منين؟ اقف 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 خد يا مع ان كان جسمك قليل جدا. كنت جسمي قليل بس انا كنت سريع وبعمل. هو وقف الكوره امتى؟ لما عملت كروس باص، لما عملت اوفر. قال له بس هات لي الواد ده، انت منين يا ابني؟ وابوك بيشتغل ايه؟ وبتعمل ايه؟ هات لي ورقك بكره. يا عم ده لسه جاي. وقعدت في الناشئين بالظبط يا شادي 6 شهور. وشافني كابتن احمد شعراوي الفريق الاول. مدرب الفريق الاول في البلد. بتاع الوقت ده كان في 6 شهور. سؤال، هو انت اكبر من اكرم عبد المجيد؟ لا اكرم اصغر. اكرم اكبر. اكبر كان أكرم موجود واحمد فاروق. اكرم محمد درويش وهاب الليتي وعصام عم منعم. كان جيل جامد جدا. احمد فاروق سني. احمد فاروق ما شاء الله لاعب. احمد فاروق كان معايا في المنتخب الاولمبي. وطارق السعيد واشرف كابونجا وعبد الفتاح المغربي ومش عايز انسى حد. كانوا عمالقه في النادي البلدي. طلعت معاهم الفريق الاول. هم دول يا شادي اللي صنعوا تاريخ بلديه المحله. دي حقيقة. ونصر النني طبعا ولد محمد النني. وكابتن سيد شبل ربنا يديله الصحه برده كان من كباتن الفرقه. وطارق غيده ويعني مش عايز انسى حد. دول كباتن كبار جدا جدا وانا بعتز بيهم وليهم لهم محبه ولهم معزه عندي في قلبي ودايما انا متذكرهم. تسمح لي اعرف منك حاجه؟ عقدك في البلديه خلاص طلعت لا لا ما كنتش واخد فلوس برضو؟ لا ما كنتش واخد فلوس. كل اللعيبه القديمه كله بدون مقابل؟ كنت باخد يعني مواصلاتي. يعني كام بقى؟ ما فيش. انت عارف انا اول مبلغ خدته كام؟ كام؟ كان 160 جنيه. عملت بيهم ايه؟ رحت بس كانوا كتير وقتها؟ طبعا. جبت بيهم جزم الكوره. يعني جبت بيهم جزم الكوره اول مبلغ، حتى كمان ساعدني فيهم الكابتن احمد شعراوي. كان عندنا اداري ربنا يديله الصحه موجود اسمه عزت الغباري، هو اداري الفريق ما زال يعني. لسه ده اقدم اداري في أقدم. موجود لغايه دلوقتي. كان الكابتن احمد يقول له عزت هات لي الواد ده جزم. اقعد شهر اتنين عزت مش عايز تجيب الجزم لغايه ما اشتريتها بقى.